طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا اليوم. إن شاء الله هيكون عنوانها Peripheral Arterial Diseases، هي أمراض الشرايين الطرفية. طبعا في هذا الموضوع يعني كالعادة في عندنا أهداف محددة لدراسة هذا الموضوع، وفي النهاية يعني كويس إنه يصير بمقدورنا كنيرفز how to provide high quality care for patients with vascular problems و how to promote the perfusion to all body cells. طبعا هذا هو موضوع رئيسي ومهم بالنسبة لنا، انه كيف نحافظ على وصول دم واكسد لجميع خلايا الجسم بالكامل. الهدف الثاني how to teach patients about lifestyle modification، بمعنى كيف احنا نعمل عملية موديفيكيشن لللايف ستايل اللي هو لدى المريض، ونتعرف على الادويه ونعرف الاخرين، وخاصه الادويه اللي هي تمنع التجلط وتساعد على وصول جود بيرفيوجن لاول بودي تيشوز. وي هاف تو امبلمنت نيرسينج انترفينشنز تو ديكريز ذا سايكوسوشيال امباكت اوف ليفينج وذ كرونيك فاسكولار ديزيز. كيف احنا نقلل من الاثر اللي هو ينتج عند المريض؟ Pathophysiology of the peripheral artery diseases. We all know that this disorder may change the natural flow of blood to all arteries and veins in the peripheral circulation. بمعنى انه هذا قد يؤثر على الشرايين، على سريان الدم وجريانه في داخل الشرايين والاورده، والنتيجه او المحصله انه راح يقلل من البرفيوجن تو اول بودي تيشوز اور سيلز، يعني كله راح يقلل من كميه ارتواء او تدفق الدم المؤكسد الى خلايا الجسم بالكامل. The peripheral artery arterial diseases, it affects the legs more than the arms. يعني عادة اللي بتأثر اللي هو الجهة السفلية من الجسم، الجذع الأسفل أكثر من الجذع العلوي، legs أكثر من الأرمز. Generally, the diagnosis of peripheral vascular or arterial diseases اللي هو عادة implies، لما أنا بقول vascular معناته بتكلم على arterial rather than venous. فلما بيجي احنا بقول peripheral vascular we mean peripheral arterial not peripheral venous، لأنه الشرايين هي الأكثر مسؤولية عن توصيل الدم المؤكسد لكل أنسجة الجسم، ولذلك دائما الدلالة اللي هي للشريان وليس للفين. Some patients they have both arterial and venous disease. يعني بتلاقي عنده مشكلة في الشريان وفي الوريد. The peripheral arterial diseases is a result of systemic atherosclerosis. و systemic atherosclerosis اللي هو قد يكون إما partial أو total occlusion. بمعنى انه هذه المشكله اللي موجوده في الشرايين او الاورده اللي هي بتكون مقدم السيستم كله، قد ينتج عنها انسداد، وهذا الانسداد يكون جزئي او كلي. وهذا ايش نتيجته راح تكون؟ راح يؤثر بالسلب على البيرفيوجن تو ذا اكستريميتيز، وخاصه للور اكستريميتيز، يعني راح يقل البلاد سبلاي للجزء السفلي. الاوبستراكشن اللي هو بصير عندنا في الارتريز يا جماعه، it has a classification، يعني بيقسموه الى inflow obstruction، وفي نوع ثاني اسمه outflow obstruction of the arteries. عاده التسميه للانفلو والاوتفلو obstruction له علاقه ب وجود الارتري و its relationship to the inguinal ligament. يعني
اذا كانت الاصابه في الجهه العلويه من الانجوينال ليجمنت اللي هو الجزء هذا وفوق، هذا بنسميه انفلو اوبستراكشن. اذا كان بلو الجهه السفليه ماخذه كل المنطقه هاي زي الثاي والفيمورال والبابليتال، كله هذا معناته بيتكلم على اوت فلو اوبستراكشن. تمام. طيب الاوبستراكشن اوف ارتريز اتس كلاسيفايد قلنا inflow or outflow. The location of symptoms correlates with the level of obstruction. هذا صحيح. إنه دائما العلامات اللي بيحددها مكان الانسداد وين هو بالضبط، هل هو في جهة علوية أو جهة سفلية. علشان نفرق ما بين الانفلو والاوتفلو obstruction, it's defined here that inflow involves the distal end of the aorta. يعني هي عبارة عن الجزء البعيد من الأورطة اللي هو الشريان الأبهر والكومون انترنال اند اكسترنال ايلياك ارتريز، الشرايين اللي شفناهم قبل شوي اللي هم الانترنال والاكسترنال ايلياك، اكسترنال والانترنال ايلياك اللي هو ارتريز، هم عاده بيكونوا انفولف، وهذا لانهم ابوف ذا انجوينال ليجمنت، علشان هيك بنسميهم ايه، بنسميهم inflow obstruction. وبأكد تاني انه they are located above the inguinal ligament. طيب ال outflow obstruction involves the area below the inguinal ligament. احنا نعرف التشريح وين ال inguinal ligament موجودة. لذلك the area involved includes the femoral, popliteal and tibial arteries. الشرايين اللي هي موجودة في المناطق الثلاث اللي هي below or below the superficial femoral artery بيحصل فيهم gradual inflow obstruction it may cause significant tissue damage و gradual outflow occlusion typically do so also. يعني عملية التسديد النتيجة واحدة، انه اي تسكير وحسب نسبة التسكير راح يحصل دمج في هالمناطق او الخلايا اللي توقف عنها اللي هو البلاد سبلاي. اثيروسكلروسيس اللي هو قلنا عباره عن ترسب الدهون داخل هذه الشرايين، it is the most common cause of chronic arterial obstruction. يعني هو السبب انه بصير عندنا اثيروسكلروسيس، بقولنا بصير تكون للبليك ترسب للكوليسترول، وبالتالي هذا بيعمل ناروينج للمجرى في الشريان. Therefore, the risk factor for atherosclerosis apply to peripheral artery disease. العامل الثاني غير الاثيروسكلروسيس يا جماعه اللي هو الادفانسينج ايج، اللي هو التقدم في العمر. يعني لما الانسان بيتقدم في العمر بيزيد الريسك اوف this disease of atherosclerosis. Patients with peripheral artery disease, they have increased risk of developing chronic angina, myocardial infarction and stroke. And also, they are more likely to die within 10 years than those who don't have اللي هو peripheral artery diseases. يعني عادة الناس اللي عندهم مشاكل في هاي الشرايين في عندهم ريسك عالي انهم يتوفوا خلال فتره 10 سنوات. These peripheral artery diseases or we mean here the chronic. If it's chronic it reaches the chronic stage. وهي الستيج مقسمه الى عده stages، عده مراحل عشان تتحول الى شكل chronic. اول ستيج في الكرونيك peripheral artery disease يا جماعه اللي هو asymptomatic. asymptomatic يعني انه لسه ما فيش شكوى واضحه محدده ظاهره، انه اول شيء no claudication is present. والكلوديكيشن اللي هو عمليه اللمبنج، عمليه العرج، لما الانسان بيصير بسبب الاذى اللي حصل في الخلايا بيبدا لما يجي يمشي على الاطراف على رجليه بيبدا يصير يعرج في المنطقه المصابه. طبعا في بدايتها ما بيكونش في عندنا اي ليمبنج، ما فيش اي عرج، ما بيعرج المريض. بروت اور انيوريزم ات مي بي بريزنت.
بمعنى انه بنتيجه الاثيروسكلروسيس ترسب الكوليسترول في داخل هذه الاوعيه يؤدي الى انه يبدا يطلع صوت غير طبيعي زي حالات الانيوريزم اللي هو ممكن تسمع صوت زي الميرمر اللي هو لو كنا حطينا جهاز نسمع فيه الرننج اوف بلاد خلال هذه الشرايين ممكن تسمع الصوت ويكون له صوت غير طبيعي يدل على انه في هناك ضيق في الشريان. Fetal pulses are decreased or absent في المرحله الاولى انه بتيجي انت تفحص الدورزال سبيدس بتلاقي انه البلس ضعيف او البلس غير موجود. يبقى هذه المرحله طالما ما فيش عندك لوديكيشن يعني المريض ما بيعوجش وهو بيمشي في هناك abnormal sound او aneurysm موجود في هذا الشريان زائد انه البلسيشن اما بتكون decreased or absent. ستيج 2 في الكرونيك بريفرال ارتريال ديزيزز ان ستيج 2 اللي هي تتميز بالكلودوكيشن وكلودير تعني تو ليمب ان يعرج. يعني المريض لما يمشي ما يمشيش مشيه طبيعيه بيبدا يشكي من مصل بين اللي هو الم في العضلات. The locality of pain usually correlates with the location of the occlusion. وهذا صحيح انه دائما اللي بيحدد مكان الالم في هاي العضلات اللي هو مستوى الاوبستراكشن يعني وين التسديد موجود. بصير كرامبنج بصير بيرنج also بيرنج سنسيشن with exercise يعني عادة شعور بالالم شعور بالحرق كانه شيء محروق عادة مرتبط مع الاكسرسايز and is relieved with rest. يعني ما يميز الكلوديكيشن انه المريض لما بقعد برتاح تختفي الالم ما بيظل عنده وجع لذلك بيعتبروها transient exercise induced ischemic myalgia اللي هي العلامه اللي تميز الكلوديكيشن. symptoms are responsible or reproducible with exercise يعني المريض هو مرتاح ما فيش مشكله لما بيبذل جهد بترجع يصير لها ريبرودكشن ثاني ويرجع الالم والحروقه مع النشاط او الحركه اللي بيعملها المريض. في ستيج 3 يبقى الستيج الاولى اسيمتوماتيك ستيج 2 بيبدا يصير فيها كلوديكيشن هو مرتبط مع الاكسرسايز. في ستيج 3 اللي هو ريست بين ايش يعني ريست بين؟ انه في هناك بين وايل ريستنج. ستيج 2 ما فيش الم طالما ما فيش حركه لكن ما دام دخلنا على ستيج 3 في هناك شعور بالالم مع الراحه. commonly awakens the patient at night وبدل المريض يقول لك انه انا من الوجع ما بعرفش انام بصحى من النوم. pain is described as بيصير عنده numbness burning toothache type pain بيبدا يحس بكذلان يحس بحرقان بحس وكأنه في عنده زي ألم الأسنان. Pain usually occurs in the distal part of the extremity يعني عادة بيكون في الأطراف أطراف للتوز للعرش للفوري فوت للهيل يعني دائما المناطق الطرفية اللي مش واصلها good blood supply and rarely in the calf or the ankle. الكالف اللي هي في خلف الرجل أو الأنكل اللي هي الركبة ولذلك دائما الالم هذا بيكون وين في الاطراف البعيده في الجسم. Pain is relieved by placing the extremity in a dependent position يعني تحطها في مكان تكون مرتاحه فيه. في المرحله الرابعه اللي هي مرحله النيكروسيس يصير نيكروتيك لانه انا قلب لا صلى الله الى درجه كبيره وانقطع وبالتالي بيحصل نيكروسيس والسريشن او جانجرين. يبقى هي الستيج الرابعه ألسرز اند بلاكند تيشو اوكيرز اون ذا توز بيبدا يصير التقرح بيبدا يصير اللون الاسود اللي هو ظاهر بشكل واضح على التوز اصابع القدمين والفوري فوت هيل اند ديستينكتيف gangrenous odor is present تبدا رائحه بسبب الخلايا اللي هي dead الخلايا الميته تبدا تصير تنبعث رائحه غير مميزه
للمنطقه اللي فيها الجانجرين. Most patients initially they may seek attention for leg pain known as intermittent claudication. انه ممكن يبدا يصير عندهم نوع من leg claudication اللي هو term derived from meaning to limb. اللي هو الانسان بيبدا ايه؟ يبدا يصير عنده limping. معظم المرضى طبعا بيبدوا يبحثوا عن العناية الطبية في اللحظة اللي هو بدأ يشعر بألم في الأرجل، وهذا ما يسمى باللي هو بنسميه intermittent claudication. claudication it means limp. limp بمعنى يبدأ يعرج، يعني إنه المريض عندما يبذل أي مش يعني يمشي مشوار لمسافة محددة بيبدأ يشعر بعدم الراحة، يبدأ يشعر بألم، بيبدأ يصير عنده كرامبينج، بيبدأ يصير بيرنينج، بيبدأ يصير ماسكولار بين. وهذا الكلام كله بيدفعه إلى أنه إيه؟ يتوقف عن المشي، to stop walking. لذلك the pain stops with rest. يعني في حالات في بداية الكلوديكيشن بيقبل الألم مع النشاط مع المشي. أول ما المريض بيقعد بيرتاح بيحس إنه الألم اختفى والمريض شعر بالراحة. When patients they resume walking برجع يستأنف المشي مرة أخرى. They can walk the same distance before it returns. ترجع له تاني الإحساس بالألم اللي هو بنسميه الكلوديكيشن وبدأ يعرج، يعني مشيته غير طبيعية. This or thus the pain is considered reproducible. reproducible يعني انه بيرجع يحدث ثاني عند ممارسة اللي هو الحركة والمشي. as the disease progresses they can walk only shorter and shorter distances. يعني كل ما طال العمر بصير المسافة تقصر. يعني اذا كان يمشي مثلا 5 كيلو وبعدها يشعر بالألم راح يصير من 4 من 3 من 2 من 1 كيلو من أمتار، كله بيتحرك بيقول لك أنا مش قادر. Ultimately it may occur when while at rest. وبعد هيك تتطور الأمور وبيبدأ المريض يشكي حتى وهو جالس يبدأ يشعر بعدم الراحة. هذا اللي احنا نسميه rest pain which may begin while the disease is still in the stage of intermittent claudication. يعني في اللحظة اللي المريض بيكون فيها في مرحلة intermittent claudication there is a numb اللي هو خذلان or burning sensation شعور بالشيء يحترق often described as feeling like toothache. يعني بوصفها زي ايه؟ بقول لك زي وجع الاسنان. That is severe enough to awaken patient at night. يبقى مع تقدم المشكلة البريفيرال ارتري ديزيزز، في الاول كانت مرتبطة الكلوديكيشن مع النشاط الحركة، شوية بصير الالم يجي له حتى وهو فرست، ولدرجة انه he will be awakened at night. يعني بيعرفش ينام، بيصحى من النوم لأنه في عنده ألم. It is usually located in the toes. في أبعد جزء في الأطراف. في الـ foot arches. في الـ forefeet. في الـ heels. Rarely in the calves and ankles. الأنكل اللي هي منطقة الركبة. والكالفس اللي هي خلف اللي نسميه احنا بطنة الرجل. اللي هي في خلف الرجل. خلف اللي هو التيبيا والفيبيولا. Pain can sometimes alleviate. Patients can alleviate pain by keeping the limb in a dependent position. معنى انه يكون dependent position
يعني يخلي الجزء below the heart. Those with wrist pain, الناس اللي عندهم ألم حتى وهم جالسين, they have advanced disease that may result in limb loss. يعني المريض لما وصل لدرجة أنه يشكي وهو مرتاح, معناته هذا فيه عليه ريسك أنه يضطر يعمل loss للimb, يعني يفقد اللي هو الطرف, لأنه هنا بيكون البرفيوجين ضعيف جدا جدا لهذا الطرف, وبالتالي بيصير عنده إشكالية. Patients with inflow disease, inflow obstruction, they have discomfort in the lower back. عادة بيكون في عندهم ألام في أسفل الظهر, في البتوكس and thighs. بينما الناس اللي عندهم outflow obstruction, they describe burning or cramping in the calves, ankles, feet and toes. يبقى حسب نوع الobstruction, إذا كان inflow اللي هو above the inguinal ligament بيكون الألم في أسفل الظهر, في البتوكس, في الثاي, وإذا كان outflow below the inguinal ligament بيكون في الكالس, في الأنكل, في الفيت and toes, يعني بياخذ الأجزاء السفلي. من الفايندينجز اللي بلاقيها في البريفرال artery diseases, طبعا هذا it depends on the severity وحسب location of obstruction. We will observe for loss of hair on the lower calf, ankle, foot, a dry, scaly, dusky, pale, mottled skin, and thickened toenails. يعني كل هاي العلامات بنبدأ إحنا نراقبها على الأطراف السفلية للمرضى اللي عندهم peripheral artery diseases. With severe arterial disease, the extremity راح نلاقيها صارت cold, gray, blue, or cyanotic, or darkened. يعني بتبدأ أنت لو لمستها بتحسها باردة, بتحس له بدأ الإزرقاق فيها, أو بدأت تظهر على شكل سواد اللي هو معناته بدأت تتحول إلى necrotic tissues, وهذه خلايا ميتة صارت. Pallor may occur when extremity is elevated. يعني بيبدأ يصير فيها شحوب لما أنت بترفع القدم إلى أعلى. Dependent torpor بمعنى ريدنس. الحمد لله. It may occur when the extremity is lowered. عندما الاكستريميتي بتعملها lowering and muscle atrophy can result from prolonged chronic arterial disease. وهذا شيء طبيعي. طالما الخلايا بدأت ما يصلهاش الدم مؤكسد, معناته هذه الخلايا بصير فيها نوع من الأتروفي وتبدأ وضعها يتراجع. Only severe cyanosis is evident in the skin of darkened skinned patients. يبقى السيفير cyanosis بلاقيه عند مين؟ ناس اللي بشرتهم سودا. To detect cyanosis, we assist the skin, the nail beds, نطلع على النيل beds, for dull, lifeless color. The sole of the feet and the two nails are less pigmented. بلاقيش فيه نوع من البقع أو الطبع اللي هي pigmentation, and allow detection of cyanosis or duskness in the lower extremities. طبعا هذا فيما يتعلق ب اللي هو الكالتشرال, الناس السمر, وين ممكن احنا نلاحظ اللي هو الازرقاق عندهم. Palpate all pulses in both legs. مطلوب منا نلاحظ النبض في كلتا القدمين. The most sensitive and specific indicator للarterial function اللي هو the quality of the posterior tibial pulse, because the pedal pulse is not palpable in small percentage of people. يعني الشريان اللي هو البابليتيال اللي انتم عارفينه, سوري, التيبيال بالسيشن ممكن نجده, ولكن الدورزاليس بيدس غالبا في الناس اللي عندهم كرونيك بريفرال ارتيريال ديزيز هتلاقيك انت مش هتحسه, هتضطر تاخذ اللي هو البوستيريور تيبيال ارتري وتحاول تشوف البالسيشن.
the strength of the pulse should be compared bilaterally. يعني لازم تشوف قوة اندفاع الدم في الطرفين, في رجل اليمين في رجل اليسار, عشان تعمل comparison ما بينهم. Initially arterial ulcer are painful and develops on the toes. غالبا لما مع الكرونيك ستيج وبصير توقف للبلاد وبصير نيكروسيز, بيبدأ يصير تقرح في وين؟ في التوز اللي هو طرف الأصابع. often the great toe اللي هو الأصبع الأكبر between the toes or on the upper aspect of the foot أو في الجزء السطح العلوي للفوت. with the prolonged occlusion مع طول مدة الانسداد, the toes can become gangrenous. typically ما دام صارت gangrenous يبقى راح يصير فيها ulcer in is small and round with a bunched out. it means it appear and well defined border. يعني بتصير احنا نشوف التقرح بيبقى محدد وواضح, له حدود مبينة واضحة تماما للنيرس عند الملاحظة. طيب لو لاحظنا احنا lower extremity ulcers كkey features, الملامح اللي راح نشوفها زي ما احنا شايفينها في الصور هتبدأ بهذا الشكل نشوفه عند المريض. بداية لما ناخد الهيستوري ونطلع على الارتيريال ألسر ونشوف الفينوس ألسر والديابيتيك ألسر عشان نقارن بينهم. patients في حالات الارتيريال ألسريشن they report claudication after walking about 1 to 2 blocks. يعني لما بمشيله 1 to 2 blocks يعني نص متر لمتر ممكن يبدأ المريض يحس بوجع اللي هو الكلوديكيشن, يعرج. ممكن يكون عنده اللي هو ريست بين, يعني هو قاعد بيتألم وهو قاعد الألم موجود. البين غالبا بيكون at the ulcer site في مكان التقرح اللي موجود زي ما احنا شايفين في القدم اللي تحتها تحت الصورة. غالبا 2 or 3 risk factors بتلاقيها present من ال risk factors اللي حكينا على اللي هي risk factors لمشاكل الشرايين وانسدادها. طيب لو طلعنا على الفينوس هنلاقي انه في عنده chronic non-healing ulcer, انه المريض عنده تقرح من فترة طويلة, موضوع الكلوديكيشن عنده مش موجود, او wrist pain يعني بقول لك انا بالعكس ما لهش علاقة في المشي خالص. moderate ulcer discomfort يعني الألم اللي عنده مجرد يعني ناتج عن التقرح. patients they report ankle or leg swelling انه بتلاقي فيه عنده شوية تورم. لو كان diabetic في حالات الديابيتيك هنلاحظ انه المريض في عنده history of diabetes, في عنده peripheral neuropathy و no reports of claudication. يعني الكلوديكيشن فقط موجودة مع مين؟ يعني انه في هناك عرج مرتبط بالمشي او بالحركة بالنشاط فقط عند الارتيريال ulcers. طيب لو نظرنا احنا لا اللوكيشن, لو بصينا لا اللوكيشن راح نلاحظ انه في عنا اللوكيشن في حالات الارتيريال ulceration it will be at the end of the toes. يعني غالبا بتكون وين؟ في طرف اصابع القدمين وغالبا في الاصبع الكبير, او between the toes يعني ممكن يكون ايه بين اللي هو اصابع القدمين. deep ulcer bed pale with even edges, little granulation tissue يعني بلاقيش في هناك نمو لخلايا اللي هو تعمل granulation أو blood supply ضعيف جدا. لكن لو نظرنا للفينوس هنلاقي انه الانكل اريا براون, في منطقة وين الانكل براون pigmentation تلاقي فيها النوع من اللي هي البقع اللي هي لون البني. ألسر بتكون لونها بينك, usually superficial with uneven edges, الحواف غير متساوية.
قلنا في حالات الارتيريال ما فيش جرانوليشن، هلا بنلاقي في جرانوليشن تشو لو كان اوبستراكشن في الفينوس ونتج عنه الالسريشن. في الدايبيتك ألسر هنلاقي انه في هناك بلانتر اريا اوف فوت. لاحظ وين، وين المكان اللي هو موجود هاي الجزء انا، يبقى هذا بميز لي انه هذا ناتج عن موضوع كرونيك دايبيتس، انا ناتج عن فينوس، لانه في عندنا منطقه في هناك جرانيوليشن هيو بنبنى، في هناك لون احمر بني، في هناك الاريا فيها بيجمنتيشن على تميل اللون البراون، وهنا ما في عندنا جرانيوليشن او بيكون فيري ليتل جرانيوليشن لانه فيش بلود سبلاي، والمنطقه غالبا في هناك في طرف الملاحظين المكان في طرف الاصابع القدمين، هنا في منطقه اللي هي الانكل اللي هي في القدم من الخلف، وهنا في اسفل اللي هو القدم اللي هو منطقه الدايبيتيك ألسر. الاذر اسسمنت فايندينجز، طبعا هاي مقارنات كويسه عشان نفهم ما الفرق بين الالسريشنز في الثلاث حالات. غالبا الاذر اسسمنت بنلاقي في الارتيريال it's cool or cold foot، تحاول تحس القدم بتلاقيه بارد. decreased or absent pulses، النبض ما فيش نبض. في هناك atrophy of skin، في هناك hair loss. pallor with elevation، نرفع الطرف الرجل بتلاقيها صارت شحوب فيها. dependent rubber possible gangrene، بتلاقي اللون محمر وقد يكون في هناك gangrenous gangrenous formation. when acute or neurologic deficit اللي هو noted، بحالات الألسر اللي هو الفينوس بتكبى منطقة الأنكل، يبقى عشان نميز في الأرتيريا اللي بتكبى في التوس في أصابع الأطراف القدم، في الفينوس تكبى في منطقة الأنكل، وفي الدايبيتس تكبى في وين، في السول of the feet في أسفل القدم. يبقى في حالات الفينوس full veins with leg slightly dependent، بنلاحظ ان الأوردة ممتلئة. no neurologic deficit، مش عنده أي خلل من ناحية العصبية. pulse بيكون present. may have scarring from previous ulcers، إذا في عنده تقرحات سابقة ممكن يكون عليها ندبات أو علامات مكانها. بينما في الدايبيتك ulcers البلس موجود، بنلاقي الطرف cool or warm foot، وعادة بنلاقيه painless، بنلاقيه ايه، بنلاقيه painless. تمام، يبقى هاي مقارنة بالنسبة للديابيتيك ألسر، الفينوس ألسر and arterial ulcerations. طيب بالنسبة للتريتمنت، the treatment underlying cause مهم جدا، انه احنا في حالات الارتيريال اذا في هناك سبب انه تم معالجته، بمعنى اما جراحيا سيرجيكال اور ريفاسكولاريزيشن، يعني ان يعيد الاحياء الشعيرات الدمويه عشان توصل البلد بشكل كافي لهذه الانسجه. والتريتمنت انه نمنع اللي هو التروما او الانفكشن، ونعمل ايديوكيشن، ونعمل اللي هو ستريسنج على الفوت كير. هذا أهم شيء بالنسبة للتريتمنت في حالات الأرتيريال. بينما في الفينوس مطلوب نعمل اللي هو لونج تيرم وند كير، إنه نعمل دامب تو دراي دريسنج حالات الفينوس عشان نشجع عملية الجرانوليشن أوف نيو تيشوز، نخلي الإليفيتنج للإكستريميتي، نخلي الطرف مرفوع إلى أعلى، نعمل إديوكيشن للبيشنت، ونعمل بريفنشن للإنفكشن، كثير مهم في علاج حالات اللي هو الفينوس ألسريشنز. بينما في الدايبيتيك ألسر we have to rule out the major arterial disease، نتأكد انه هل في arterial disease ولا ما في. مهم جدا نعمل control للدايبيتس ميليتس، نعمل education regarding the foot care للدايبيتيك، ومهم جدا اللي هو منع اللي هو مشكلة الانفكشن. طيب when assessing the peripheral arterial disease،
طبعا من الطرق الاخرى للاسسمنت اللي هو ممكن نعمل ام ار اي اللي هي ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي، وهي عباره عن صوره للقدم عشان نشوف كيف البلد فلو في هذه الشرايين، وبتنحط لي كونتراست ميديوم از يوزد بحقنه ماده اللي عشان تساعد في انه نشوف كيف وضع البلد سبلاي في هذه الارتريز. This test is often the only one used to diagnose اللي هو peripheral arterial diseases. ومعه ممكن نستخدم computerized tomography and angiography also may be performed. يبقى ممكن نستخدم ال MRA أو ال computerized tomography، مهم جدا لا نصور الشريان ونشوف كيف وضع التسكير والبلد فلو في داخله. Also we can use the Doppler probe عبارة عن segmental systolic blood pressure measurement of the lower extremity at the thigh and calf and ankle are an inexpensive. الدوبلر طبعا هاي بتكلفش كثير ومش مؤلمة. ونورمالي البلد بريشر ريدنج في الثاي اند كالف بيكون higher than those in the upper extremities. With the presence of arterial disease, these pressure are lower than the brachial. يعني لما بيكون عندنا مشكلة في arterial في الأصل لازم يكون أعلى، لكن إذا كان بيكون في عنده arterial disease راح تكون lower than the brachial artery اللي هو الشريان اللي احنا بنقيسه من منطقة الذراع البريكيال البريكيال أرتري. With the inflow disease the inflow obstruction دائما البرشر taken at the thigh level indicates the severity of disease، بتدلل لنا قديش اللي هو شدة المرض والobstruction. Mild inflow disease may cause difference إذا كانوا مايل من 10 to 30 مليمتر ميركوري، يكون الفارق مليمتر ميركوري زئبقي. Pressure on the affected side compared with the brachial. تمام؟ Severe inflow disease can cause pressure difference of more than 40 to 50 مليمتر، يعني بيكون الفرق بين الضغط لما بنقيسه في الجهة السفلية مع الجهة العلوية هنلاقيه بوصل من 40 إلى 50 مليمتر ميركوري زئبقي. The ankle pressure is normally equal، الطبيعي لازم يكون equal أو more than the brachial، واضح؟ في الطبيعي، لكن إذا صار العكس معناته هذا مؤشر إنه فيه هناك عندنا peripheral artery diseases. وقلنا كلها وين تصيب؟ هاي تصيب غالبا الشرايين اللي هي في الجزء السفلي اكثر منه في العلوي. To evaluate outflow disease compare ankle pressure، بدنا نشوف الانكل بريشر الضغط اللي موجود في منطقة الانكل تمام with the brachial pressure، مقارنة الانكل مع البريكيال which provides a ratio known as ankle brachial index اللي هي API. The value can be derived by dividing the ankle blood pressure نقسم ضغط اللي هو في منطقة الانكل by the brachial نقسم على brachial blood pressure. وعادة اللي هو الانكل brachial index of less than 0.90 is either in either leg is diagnostic of peripheral artery disease. يعني إذا وجدنا إنه الضغط أقل من 0.90 معناته هذا مؤشر إنه في عند المريض peripheral artery diseases. طيب من الطرق المستخدمة أيضا في عنا اللي هو استخدام الاكسرسايز توليرانس تيستينج زي ما احنا عارفين التريدميل اللي هو كثير كويس وبيعطينا فكره about the claudication. اذا المريض بدا يشعر بالالم مع المشي
راح يبدأ يصير عنده muscle pain أثناء المشي على التريدميل. The technician اللي هو الشخص الفني اللي بياخذ التست هذا, he will test the pulse volume recording and ask the patient to walk on the treadmill until symptoms are reproduced. لغاية ما يبدأ نشوف هل في علامات كلوديكيشن عنده ولا لا. At the time of symptom onset or after 5 minutes, يعني يا إما مع بداية الإحساس المريض أو بعد 5 دقائق, the technician obtains another pulse volume recording. برضو بيسجل النبض مرة أخرى بعد 5 دقائق. In patients with arterial disease, waveforms are decreased. سموها dampened, and there is decrease in the ankle pressure. بصير انخفاض في الankle pressure of 40 to 60 millimeter mercury for 20 to 30 seconds in the affected limb. في المنطقة اللي هو بيشعر فيها الوجع بنلاقي انه الضغط نزل من 40 الى 60 مليمتر ميركوري. And if it returns to normal is delayed longer than 10 minutes. اذا ما رجعش الامور خلال 10 دقائق, this will suggest abnormal arterial flow in the affected limb. يعني خلال 10 دقائق المفروض يرجع المريض يرتاح تاني, يعني يروح اللي هو الإحساس بالألم أو يعني يبدأ يحس بتحسن. طيب, what can be done for the peripheral artery diseases اللي احنا عرفنا؟ Patients first must be assessed, لازم نعملهم تقييم كامل علشان نشوف وين الخلل اللي هو منع اللي هو عملية البيرفيوجن للأنسجة. يعني نحدد مكان الانسداد, نحدد هل هو arterial, هل هو venous, أو كلاهما فيهم obstruction. Non-surgical treatment, في هناك علاج غير جراحي اللي هو عن طريق exercise, positioning, promoting vasodilation, drug therapy, and invasive non-surgical procedure that increase the arterial flow to the affected legs. Exercise, it may improve the arterial blood flow to the affected part. في عنا collateral circulation, في عنا دورة دموية بتكون هذه إضافية, شعيرات دموية دقيقة ممكن تزود الخلايا بالoxygenated blood وتقلل من يعني من حجم المشكلة. وهي قلنا collateral circulation بتكون small vessels that develops and compensate for the occluded vessels. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعمة إنه عندنا collateral circulation, إنه لما بيسكر خط رئيسي بتكون في هناك فروع إمداد إضافية تسمى collateral circulation small vessels, وهذه بتعمل عملية compensation عشان تعوض اللي هو كمية البلد الأكسجينيتد البلد اللي راح يصل إلى وين, إلى هذه الخلايا. طيب إحنا كنرسز شو دورنا؟ دورنا إنه إحنا نعمل instruction للمرضى إنه دائماً they should avoid crossing their legs. يعني ما لازم المريض يحط رجل على رجل طالما عنده مشاكل في الأوعية الدموية في القدمين. Avoid wearing restrictive clothing, ما يلبسش الشغلات الضاغطة اللي فيها إيه تضغط على القدمين. Garters to hold up nylon stocking, كمان جرابين اللي ممكن تكون فيها مغيط جامد شوي. Particularly common among older women, إنه دائما ما يلبسوش الأشياء اللي محزقة واللي هي شادة, زي أحيانا في بعض الجرابين بتلاقيها ضاغطة وملتفة حول الرجل وتؤثر على blood supply بالنسبة للناس هذول. Promoting vasodilation, كيف بدنا نحسن عملية توسيع الأوعية الدموية. It can be achieved by إنه نعمل warmth to the affected extremity, ندفي المنطقة المصابة. Preventing long periods of exposure to cold, ما يكونش تعرض للبرد فترات طويلة. Encourage patients to maintain warm environment at home and wear socks or insulated shoes at all times. دائما يكون لابس جرابين, الجرابين ما تكونش يعني restricting, يعني تكون ضيقة. يلبس اللي هو insulated shoes
يكون لابس جزمة اللي عشان تحميه من أي ضرر خارجي. Caution the patient, حذر المريض. To avoid the application of direct heat, لأنه ما لازم يعرض أشياء ساخنة مباشرة للأطراف، لأنه هاي مثل أشياء زي الهيتينج بادز أو الهوت ووتر بوتلز والشغلات هاي، لازم دائما يعمل يلفها بفوطة وما يعرض الأطراف السفلية لشغلات ساخنة جدا أو باردة جدا، لأنه هي راح تعمل له إنجري وراح تعمل له بيرن. ليش؟ لأنه sensitivity is decreased. الناس هذول بالذات زي ما نقول زي مرضى ديابيتك بيبقى عنده الشرايين تصلبت، فيش عنده blood supply، بتصير الموضوع في عنده neuritis، فبتصير عنده المناطق هذه sensitive وما بيحسش بالحرارة. لو حطيت عليه شيء ساخن ممكن يحرقه مش داري، وبالتالي في risk of burns it may result. يعني ممكن يحرق المريض لو حط شغلات ساخنة جدا وعرضها مباشرة للأطراف السفلية، النتائج راح تكون صعبة عليه. Encourage patients to prevent exposure to the affected limb. مش لازم يكشف المناطق المتأثرة أو المصابة to the cold because the cold temperature بتعمل constriction, vasoconstriction. Vasoconstriction قلنا إيه؟ بيضيق الشريان، وبالتالي إيش بيعمل بالبرفيوجن؟ عملية الارتواء بتقل طالما صار ضيق. Emotional stress، ضغوط النفسية العاطفية، الكافيين، تناول الكافيين، نيكوتين، برضو كل هذا ممكن تأثيره يعمل vasoconstriction، وبالتالي إيش بيعمل؟ يؤثر على عملية الارتيريال بيرفيوجن، ارتواء عبر الشرايين ويوصل الأكسجينيتد بلاد. Emphasize that complete abstinence from smoking، يجب التوقف تماما عن التدخين. أو chewing tobacco is essential to prevent vasoconstriction. يبقى كل هاي العوامل تسهم في عملية انكماش الشرايين، تسهم في عملية اللي هو عملية الابستراكشن وتضر بالمريض. الفازوكونستركشن effects of each cigarette it may last up to 1 hour after the cigarette is smoked. يعني كل سيجارة ممكن تعمل constriction للبلد فيزلز لمدة ساعة بعد تدخينها. لذلك إن الله الغني عن التدخين، يعني بلا تدخين. الدراج ثيرابي، طب شو هي الأدوية اللي ممكن تعطى للمرضى اللي عندهم كرونيك بريفرال artery diseases؟ في عنا أدوية اللي هي للهيموريج، هيموريجيك أنت اللي هي انكلود هيموريجيك أو أنتي بليتلتس، لأنه بدناش يصير عملية تخثر و اللي هو في داخل هذه الأوعية وبالتالي يصير لنا جلطات. في عنا الدواء اللي هو ترنتال اللي هو عبارة عن هيمورولوجيك ايجنت، وهذا انكريز للفلكسبيليتي اوف ريد بلاد سيلز، بيقلل الفيسكوسيتي باي انهيبيتنج البليتلتس. يعني هو بيشتغل على البليتلتس اجريجيشن وبيمنع عمليه اللي هو الاجريجيشن للبليتلتس، وبالتالي بيصيرش تخثر، فبيعمل ديكريزنج للفايبرينوجين and will increase the blood flow to the extremities. يعني هدف الأدوية أنها تزود the blood flow للأطراف. وكثير من المرضى they report limited improvement in their daily lives after taking اللي هو ترنتال أو بنتوفيلين. However, those with extremity limited endurance for walking have reported improvement to the point that they can perform some activities. يعني يفضل انه هو يمارس الرياضة، يمشي to walk to the mailbox or dining room that were previously impossible. يعني بقول لك انه انا بديت اصار المكان الدايننج روم، مكان غرفة الاكل او الغداء بأريحية. انتي بليتلتس دراجز، يبقى في عنا ادوية تمنع الاجريجيشن او بليتلتس. في عندنا اللي هي الانتي بليتلت دراجز زي الاسبرين اللي هو منه الاستايل سالسيليك اسيد، وقلنا هذا الاسبرين بينعطى بشكل ديلي
من 325 أو 81 ميلي جرام ديلي may be recommended للناس اللي عندهم اللي هو peripheral artery diseases، وهذا اليوم common وينصح به للناس اللي هم فوق اللي هو 40 their ages 40 years. Also evidence suggests that لبدجرول اللي هو بلافكس اللي هو معروف اسمه الـ is better than aspirin، بيعتبروا استخدام البلافكس افضل بكثير من الاسبرين عشان يقلل من اللي هو الريسك اوف مايوكاردال انفاركشن او يقلل من الاسكيميك ستروك او الفاسكولار ديث. واشتغل مع حالات اللي هو جراحه القلب شفته انه غالبا بيعطوه بعد اللي هو العمليات اللي علاقه بالقلب زي مثلا عمليه تركيب الدعامات او احيانا جراحه القلب بيعطوا بلافكس بيركزوا عليه لانه بيعتبروه فعال في منع يصير اللي هو احتشاء في القلب او يصير اسكيميا في الاوعيه اللي بتوصل الدم الى القلب. Patients with peripheral artery disease وما في عندهم contraindication to antiplatelet therapy ممكن ياخذوا الاسبرين او ياخذوا البلافكس. Some patients they receive both drugs. في ناس بياخذوا الاسبرين مع البلافكس احيانا. Patients who are taking clopidogrel او بلافكس بين قوسين should not eat grapefruit. ما ياخذوش الجريب فروت او drinking grapefruit. ليش؟ لانه because of the risk of kidney failure, gastrointestinal bleeding, heart failure and even death. يعني لا يحبذ انهم ياخذوا عصير الجريب فروت الناس اللي بياخذوا اللي هو البلافكس. Invasive non-surgical في عنا نظر اللي هي بنسميها invasive واللي هو عبارة عن عملية it's an approach invasive approach for improving the arterial blood flow in the use of percutaneous vascular intervention. انه يعمل عملية اعطاء علاج تحت الجلد عن طريق percutaneous عن طريق الجلد. This procedure is required and arterial puncture تحتاج إلى حقن في الوريد into the patient's groin. One or more arteries are dilated. بيعملهم عملية dilation with balloon catheter advanced through a cannula which is inserted into or above an occluded or stenosed artery. يعني بيبدأ يعمل عملية توسيع للشريان من خلال إدخال كاثيتر عبر الشريان. Another method للarterial technique to improve the blood flow في حالات الاسكيميك هارت اللي هو عملية اثيريكتومي عبارة عن ميكانيكال روتيشن ابريجن اللي هو اثيريكتومي وهذا عبارة عن the device is diagnosed to scrap plaque from inside the artery. يعني هذا بيعمل عملية scrapping يعني كحت للترسبات البليك من داخل الشريان بسميها اثيريكتومي اللي جاء من اثيروما يعني إزالة ترسبات من داخل الشريان while minimizing damage يعني تقلل من حدوث أي ضرر لهذه الأنسجة لسطح النسيج and is useful for popliteal artery أو المناطق السفلية من البابليتيال. في surgical management. Surgical management طبعا اللي هي patient اللي عندهم wrist pain يعني عندهم ألم حتى وهم جالسين أو claudication that interfere with the ability to work or threaten loss of limb. يعني في مهدد انه ممكن هذا يفقد الطرف اللي هو بيعاني منه فهذا يحتاج الى arterial revascularization. والarterial revascularization عبارة عن surgical procedure most commonly used ليش؟ عشان تزيد الـ arterial blood flow in the affected limb تحسن عملية الـ blood flow اللي بيصل للطرف. أحياناً بيعملوا الـ graft material bypassing the selected areas
عشان for outflow procedure. The preferred graft material is patient's own autogenous. يعني بياخذوا الجرافت من نفس المريض. بياخذوها احيانا من السفنس فين. بياخذوها من السفنس سفنس فين وبروح بعمل باي باس، يعني بعمل توصيله ما بين، في عنا انسداد بعمل زي كوبري بيوصل، بياخذ فين من نفس المريض وبعمل له عمليه زراعه جرافت وبروح وهو موصل ومغذي المناطق اللي ما هو وصلها بلاد. When the saphenous vein is not usable، إذا ما كانت السفنس بالتالي بده يأخذ من السيفاليك أو البيزاليك arm vein. السيفاليك والبيزاليك اللي الموجودات، البيزاليك والسيفاليك اللي إنه الشرياء الوريد اللي هو منطقة اللي هو نازل من اللي هو يبلون الأزرق، خلي بالكم بيننا في الصورة، هذا اسمه بيزاليك فين، وهذا اللي هو جاي من تفريعها الجنكشن تي جنكشن، وفي عندنا البيزاليك وفي عندنا السيفاليك فين، ممكن ياخذوا جزء منهم عشان يعملوا فيه عمليه الجرافت اللي بسموها اوتوجينس جرافتنج لهذا الفين. ذا انستيزيا بروفايدر اللي هو الشخص اللي بيعمل انستيزيا الانستيزيست places the patient under general أو epidural أو spinal anesthesia. يعني كله ممكن يستخدم. epidural أو spinal is preferred. يعني ما بيعملوا له general for older adults، لمين؟ لناس كبار السن. ليش؟ لأنه في عندهم risk cardiopulmonary complications في هذا السن الكبير، لا يحبذ ينعملهم general anesthesia. For conventional open aorto iliac and aorto femoral bypass، يعني يعمل عملية تجاوز للأورطة والإيلياك أو الأورطة والفيمورال surgery، the surgeon he makes a midline incision in the abdominal cavity، بعمل اللي هو midline incision جرح في الوسط وسط الابدومينال كافيتي، و to expose the abdominal أورطة عشان يكشف على الأورطة، with additional incision to the groin، وبياخذ من الأورطة اللي هو من البطن وبوصله لوين؟ لمنطقة الايه، ولو طلعنا عليه في الصورة بيبان بشكل كويس. لاحظين هاي الأورطة نازل، فهو راح فتح من البطن زرع الجرافت، هذا هو أخذ الفين، وقلنا بياخذه من السفنس جريت سفنس من الرجل، وين بطنة الرجل إذا كان ممكن أو كان المريض موخوذ منها، بروح بياخذ قلنا من البيزاليك أو من السيفاليك فين، وبروح بعمل التوصيلة هذه. خذين بالكم هاي الأورطة اللي نازل عمل عملية زي جرافت فيه رجع، وهي وصله للجزء هذا وعمل توصيلة، هذه بنسميها باي باس، اسمها باي باس سيرجري، جرافت باي باس يعني عملية ترجيع باستخدام عملية الباي باس. إن أني أوبن أكزيلو فيمرال، هذه عملية الأكزيلو فيمرال، يعني هو ماخذ من منطقة اللي هو the surgeon he makes an incision beneath the clavicle، هاي الكلافيكل شايفين هذا، هي بيجي على الشريان اللي هو هي موجود من هان اللي هو الشريان اللي هو أسفل الكلافيكل، وبالتالي هان the surgeon he makes an incision beneath the clavicle and tunnels graft material subcutaneously with a catheter from the chest to the iliac crest. لاحظوين يعني هاي هذه اللي هي البايباس اللي عمله، وتجاوز كل المنطقة هاي، يعني ميخذ خط تفريعة وصلها لمنطقة الإيلياك، وبالتالي إيلياك كريست into the groin incision where it is sutured in place، يعني بيثبتها في هذا المكان، وبالتالي neither the thoracic nor the abdominal cavity is entered، يعني لا بدخل في الصدر ولا بدخل في البطن. For that reason the axillofemoral bypass is used for high risk patients who can't tolerate a procedure requiring abdominal surgery. يعني هذا بروح هو مادد خط خارجي من خلال جرح تحت الكلافيكل
بوصل من الوريد اللي هان موجود هان أو الشريان وبروحوا حاقنوا وين منزلوا لمنطقة الإيليا كريست عشان يغذي الأطراف السفلية في جسم هذا المريض اللي عنده التسديد. طيب حالات الجرافت أوكلوجين أو بلوكج in post op emergency it can occur within the first 24 hours. يعني ممكن تنعمل جرافت وبعدك تلاقيها سكرت خلال أول 24 ساعة after revascularization. revascularization يعني نعيد الإمداد لهذه المنطقة اللي صار فيها انسداد. لذلك شو مطلوب من النيرسز كإجراءات سلامة للمريض وإجراءات